احنا ما نقبل على الحكومه اللي اجت وصعدت بدم المتظاهرين، ما نقبل عليها ما تلاحق القتل اللي قتلوه ابنائنا. احنا مو كودن شمار وندافع بس عن ابنائنا شمار. ابنائنا شمار، احنا قبل لا نكون شمام احنا عراقيين. نريد اذا اكو رئيس وزراء صعد بدم المتظاهرين وشكل حكومه وشكل وزراء ان يلاحق القتله، يلاحق القتله الجهنم يلاحقهم. واذا ما عنده قابليه يلاحق القتله اللي قتلوا المتظاهرين وقتلوا ابناء العراق خل يطلع، اكو مسؤولين غير يداومون. احنا مو عاجزين العراقيين، احنا شمر ولا غير شمر، كل عراقي اخلي على عقالي عنده اداره بلد، عنده اداره بلد يمثل العراق، مو عاجز العراق. حتى واحد يجي يقول لك انا ما اقدر اسوي، العراق بلد ثري، العراق بلد ثري، خلي يباعون على انفسهم المسؤولين، خلي يباعون على انفسهم. عمن عندهم اموال تلقى فيلا عنده، تلقى لكزس عنده، تلقى ابنه ما ينام الا بدبي. ليش عمن عنده؟ في العراق اوصى بلد زنجيل، اي واحد يجي اي رئيس من ابناء العراق يحكم العراق يحول العراق الى قراء ولا قيام. بس يا للاسف، يا للاسف احذر اخوتي العراقيين، احنا الان بغبه وبمحنه ايراد تكاتف. جو جهاب العراق وكثوار، طلعنا للثوره، طلعنا للثوره من اجل تغيير ليس الا كافذ الله. الى متى؟ الى متى؟ شو تريد تعيش؟ انا جليل ابراهيم شمري، وقبل ان اكون شمري عراقي، وانا احب الثوار، اقبل اقدام كل متظاهر بالعراق، واقبل اقدام كل خير ما ينام على كف الذل. هيهات من الذله، هيهات من الذله، هيهات من الذله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم نتكلم عن الانتخابات. هناك عملية تحديث لسجل الناخبين أعلنت عنها مفوضية الانتخابات في العراق، عن افتتاح تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوم يبدأ من مطلع العام المقبل ولغاية الثاني من شباط القادم. طبعا المفوضية أدرجت بيانات الناخبين من مواليد 2001 و2 و3 ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات التسجيل الإلكتروني. وأعلنت أيضا مفوضية الانتخابات في وقت سابق عن منحها 231 حزب جديد في العراق إجازة تأسيس، فيما رفضت تسجيل 99 حزبا آخر لأسباب مختلفة. يعني 231 حزب جديد في العراق، وكان العراق ناقص أحزاب يعني حتى يجينا 231. وطبعا أكو 80 حزب بعدهم قيد الانتظار، ينتظرون يا أما توافق عليهم مفوضية الانتخابات يا أما ترفض. من مجموع طبعا كلهم كانوا عبارة عن 400 حزب مقدم لمفوضية الانتخابات، أحزاب جديدة بهذا العدد الكبير. احنا نتساءل شنو اللي قدمت الأحزاب القديمة حتى تقدم الأحزاب الجديدة؟ هل يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة شفافة في الأجواء المتاحة حاليا في العراق من انتشار السلاح والفساد والميليشيات وسطوة الأحزاب ونفوذها وفساد القضاء، وهي نقطة مهمة للغاية طبعا، فساد القضاء في العراق. كيف يمكن إجراء انتخابات مستقلة ترضي الشارع العراقي وطموح العراقيين في ظل هذه الأجواء؟ طبعا أيضا السؤال اللي طرحناه قبل ونكرر طرحه، أنت أيها المشاهد الكريم، أيها المواطن العراقي، مع أم ضد هذه الانتخابات ولماذا؟ أتمنى من الجميع أن يشاركونا من خلال الأرقام اللي تظهر الآن أسفل الشاشة أمام حضراتكم للإجابة على هذه التساؤلات. وأهم سؤال بيها طبعا هو مشاركة العراقيين أو رغبة العراقيين بالمشاركة في هذه الانتخابات، هل أنت مع أم ضد هذه الانتخابات؟
إذا بغض النظر شنو الإجابة، شنو الأسباب اللي تدفعك للرفض أو للقبول إذا كان هناك من يريد أصلاً أن يشارك في هذه الانتخابات؟ هل قدمت أحزاب السلطة في السابق شيء خلال 17 سنة من حكمها لتقدم الآن شيئاً جديداً للعراقيين؟ ما الذي بقي من خزينة الدولة العراقية لكي تحقق به حكومات ما بعد الاحتلال هذه الوعود التي وعدت بها العراقيين من حياة مزدهرة وإعمار وخدمات وما عدنا فلوس؟ كيف يمكن تحقيق هذه الوعود؟ هل يمكن الاستناد إلى سياسة مصطفى الكاظمي بعملية الاستدانة والاقتراض؟ طيب دايننا واقترضنا، فوائد هذه الديون على من ستتراكم؟ على الكاظمي وحكومته أم على الأجيال العراقية المتعاقبة بعد هذه السياسات الفاشلة الاقتصادية اللي انتهجتها حكومات ما بعد الاحتلال؟ من عندنا؟ عندنا السيد أبو محمد من السماوة، تفضل. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا. الله محييك أستاذ محمد. أستاذ محمد، بالنسبة للانتخابات، نعم. يعني أنا ما أعتقد أنه شخص جرب الانتخابات بالسابق ومستعد أنه ينخدع مرة ثانية وثالثة ورابعة ويروح ويقلب صوته مرة الخامسة والعاشرة، وهي نفس الوجوه ونفس الأشكال ونفس النظام ونفس الوضعية التعبانة. نعم. فأعتقد كل إنسان عراقي حر وشريف ويفتهم بهاي الأمور، وأنه ما يحب ينخدع ولا يحب يكون أنه مضحوك عليه في بعدين. نعم. أنه ما يتورط ويروح للانتخابات، هذا مو تحريض، هاي حقيقة، هذه هي الحقيقة اللي لازم يوصلها الشعب. نعم. يعني أنت ثورتك ضد هذول الظلام هي مقاطعتك للانتخابات. نعم. إذا إحنا ما قادرين عليهم بالشارع من طلعنا بتشرين وضربونا وقتلونا، خلنا نستغل هاي الفرصة اللي يدعون هم أنفسهم أنه أكو ديمقراطية. هذا الشيء الدخيل علينا والدخيل على الإسلام. ماكو شيء إحنا عندنا بالإسلام اسمه ديمقراطية، إحنا ناس أهل بيعة، تجتمع الأمة على شخص واحد وتقدم للبيعة. سيد أبو محمد، الانتخابات اللي مضت كانت نسبة المشاركة بها 18% وأقل، ومع هذا بالتزوير استطاعت الحكومة أن تعلن وقتها أن نسبة المشاركة 44%، هو أمر طبعا كان من المستحيلات أنه يحدث. شلون تشوف الانتخابات اللي أعلن عنها مصطفى الكاظم، الانتخابات المبكرة، هل تتوقع نسبة العراقيين حتوصل 18% أو تتخطى هذا الرقم، أم ستكون أقل من ما سبق وليش؟ نعم أستاذ محمد، بالنسبة لقراءتنا للأوضاع بالشارع العراقي، نعم. أنا أتوقع أنه هاي في حال أنه صارت انتخابات، ومثل ما قال مصطفى الكاظم أنا أتوقع ما صار انتخابات. أستاذ محمد، ليش؟ اللي يقرأ الوضع السياسي للعراق وللمنطقة ذن الأيام خاصة هاي الفترة، أنه يتأكد أنه انتخابات ما عاصوا راح تتحقق، لأن المنطقة من قبل على أوضاع وتقلبات سياسية وعسكرية، وإحنا طيب. كلنا نشوف أنه نعم. فحتى ذاك لنفترض أنه صار انتخابات، ما أعتقد نسبة المشاركة توصل حتى 10% هالمرة أو 8%، راح يمشون ينتخبون بس جماعتهم، أي. جماعة الأحزاب، المنتفعين، الوصوليين، المتسلقين، نعم. اللي عايشين على دماء العراقيين هم دول يمشون ينتخبون، هم ينتخبون أنفسهم، يعني ما ينتخبون، ما حد يمشي ينتخبهم، ما أعتقد. ما اعتقد الا ان الانسان يجوز اكو بعد يعني ناس اكو مغشوشه يعني ويعني وضحكين عليها يجوز، واكو ناس بعد لها امل بهم وتعتقد بهم يعني طبعا احنا ايضا نتساءل شنو الضامن انه هاي الانتخابات القادمه حتكون انتخابات نزيهه؟ يعني عرضنا مقاطع لانصار مقتدى الصدر يحملون اجهزه حاسوب بمنازل، قاعدين ببيوت عراقيين، قاعدين يصدرون هويات ناخبين. طيب إذا كانت السلطة أو القدرة لأنصار مقتدى الصدر أنه توصل حتى أنه يدخل على المؤسسات الحكومية بصفحاتها من مفوضية انتخابات وغيرها، وقاعد هو بالبيت يطبع وينسخ لهويات ناخبين، شنو الضامن أنه هاي الانتخابات حتكون نزيهة إذا أنت بالبيت لأنه تابع الحزب عندك سلطة وصلاحية تصدر هويات ناخبين، في حين العراقي لما يريد يحدث هويته ينتظر يوقف بالسرة وينتظر فترة طويلة؟
نعم استاذ محمد، ما اكيد يعني هسه وصلوا مرحله من التزوير ومن الغش والخداع، مرحله متقدمه اكيد هاي منتين من عده. وبالنسبه للمفوضيه انطت تحذير يوم امس او قبل انه المواطن اللي ما يجي يحدث معلوماته و راح احنا نلغي البطاقه مالته البيومتريه ونتعامل وياه كانه ناخذ جديد وكانه هو راح يصدق يقتنع بعدين ويتندم ويرجع طيب ويبدي يتوسل بيهم على مود البطاقه. أيه. ها كل تهديد وضغوط قبل الانتخابات كانوا مارسونها حتى قبلهم. انا اشكرك. ما اعتقد إن... اي تفضل. نعم ما اعتقد الانتخابات راح تصير بظل هاي الاوضاع التعبانه الاقتصاديه. نعم. انتم جاي تشوفون يعني ما اتصور هم متفائلين كلش هسه ويروجون للانتخابات بس ما اتصور يعني يعني اكو مؤشرات لاجراء انتخابات في ظل الظروف الاقتصاديه والسياسيه الحاليه. انا اشكرك يا ابو محمد من السماوه. علي من البصره تفضل. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. استاذ العزيز بالنسبه لموضوع الانتخابات. نعم. نتائج الانتخابات محسومه مسبقا، تجي صناديق مليانه ومقفله من ايران وكل من ياخذ حصته ويقعد. نعم. في ظل قضاء فاسد فاشل، القضاء اللي برأ من اختلس 41 مليار دينار. نعم. او يسجن طفل عمره 5 أو 6 سنوات في سجنه سنتين او ثلاثة على مود بقيه كلينس. أيه. هذا القضاء مالنا القضاء العراقي. نعم. اما موضوع الانتخابات حتى اكون صادق وياه، كان بيش الانتخابات اللي مضت فتره 2018 رحت انتخبت قلت ملكه تغير ما بيها شيء. طيب. بس هو نفسه طلع لي محمد الكربولي، طلعت لي عالي نصير، طلع لي عدنان الاسدي، طلع لي ما ادري منه، طلع لي جنال عليهم طالع. انا هم هذول صار لهم 17 سنه. نعم. هدوا العراق ما خلوا به شيء، انه هسه نحن على قوه المواطن، صعدوا الدولار، يعني ما كفاهم الكوميشنات، ما كفتهم المليارات هاي اللي اخذوها. نعم. ما كفتهم العقود هاي الوهميه اللي اهدرت مليارات الدولارات، كل من حط له عمارات بالخارج وحط له ما اعرف شنو. نعم. جو الموظف على قوته. زين وهسه تعال سوي انتخابات ابي اشوف شنو يعني. اي. مثل ما قلت والله طلعت انا رحت. سيد علي، سيد علي باختصار لو سمحت، هل برايك حتقدم هاي الوجوه اللي تريد ترشح نفسها اللي هي من نفس الاحزاب ومن نفس الشخصيات، تريد تقدر تقدم جديد للشارع العراقي؟ هل لديها القدره؟ هل لديها الرغبه بتقديم شيء جديد؟ واذا كان لديها ليش ما قدمت في السابق حتى تجي ورا 17 سنه من الخراب هم تعد العراقيين بحياه افضل؟ وين الحياه الافضل صار لها 17 سنه؟ من ثروات للبلد، شنو تقدم؟ ليش ما قدمت بالفتره الماضيه؟ حبيبي احنا جاي تحكمنا عصابات فاسده فاشله تسترت بلباس الدين والمذهب، هذا مختصر مفيد حتى يفتح مجال للمتصلين. نعم. الاخرين. نعم. هذا الكلام يعني عصابات اجراميه خدعت الناس بلباس الدين والمذهب، ان كان من سنه وكان من شيعه. نعم. استاذ العزيز. أنا أشكرك يا سيد علي من البصرة. عندنا أبو عبد الكريم من تكريت تفضل. نعم. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أستاذ محمد، شلونك؟ الله يحفظك، الله يسلمك، تفضل. تفضل يا سيد أبو عبد الكريم، بس لو سمحت تسمعني من التليفون وعوف التلفزيون لو تكرمت. شلونك أستاذ محمد، أخبارك؟ الله يحفظك، الحمد لله. الله يعافيك ويزيد فضلك ان شاء الله. على مود انت موضوع على مود الانتخابات وغير الانتخابات والشعب اي الاستاذ ابو عبد الكريم، بس لو تسمح تنص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون حتى لا يكون اكو صوت. من عندك الا من عندي، ما تعرف اسمع زين. شلون؟ صوتها يقطع استاذ محمد. اي انا دا اسمعك واضح، دا اسمعك واضح، تفضل. أنا أستاذ محمد. أسمعك أبو عبد الكريم، تفضل. بس تنص صوت التلفزيون حتسمعني بشكل واضح. طيب، سيد أبو عبد الكريم إذا دا تسمعني، عاود الاتصال مرة ثانية، بس لو سمحت أخفض صوت التلفاز تماماً، واسمعني من التليفون حتى لا يكون أكو صدى ويضيع عليك الاتصال. أنا كنت أسمعك واضح.
شكرا جزيلا. عندنا ضمن طبعا دائما هم اللي في العملية السياسية يدخلون في صراعات إعلامية، يطلعون على وسائل الإعلام يتصارعون، لكن في الواقع الحال هم يتفقون جميعا على كيفية إدارة هاي الدولة، كيفية الاستفادة، كيفية استغلال موارد الدولة، سرقة المال العام، الإفساد في الأرض من كل النواحي، يتفقون في هذه الأمور لكن يتصارعون إعلاميا. عموما عضو مفوضية الانتخابات السابق سعيد كاكائي قال إن هناك تحديات عدة تقف أمام مفوضية الانتخابات وتمنعها من إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل. بيّن كاكائي أن إجراء الانتخابات لن يكون ممكنا قبل خريف عام 2021 رغم إعلان حكومة الكاظمي إمكانية إجراءها في حزيران من العام نفسه، وأشار إلى عدم تخصيص أموال كافية لإجراء الانتخابات إضافة إلى عدم تشريع قانون المحكمة إلى الآن، وتابع أن البطاقة الإلكترونية الانتخابية لم تكتمل حتى الآن وهي بحاجة إلى مبالغ مالية غير متوفرة حاليا. مصطفى الكاظمي يزعم أنه قادر على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده، وكثير من المراقبين للوضع في العراق يتساءلون من أين سيأتي بالأموال الكافية لتلبية احتياجات هذه الانتخابات. طيب من أين ستنفق هذه الأحزاب على حملاتها الانتخابية؟ هل من صندوق الدولة؟ من خزينة الدولة؟ أم من جيوبهم الخاصة؟ وأيضا هناك موضوع طرح دائما ويطرح ولا يزال، قانون من أين لك هذا؟ لماذا لم يفعل؟ لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين حول أو إقرار ذمم مالية من المسؤولين لكي يعلم العراقيون عندما يترشح شخص من هؤلاء يعلم من أين سينفق، كيف حصل على هذه الأموال التي سينفق على الانتخابات منها إذا أنفق منها، أم أن الأموال ستنفق من خزينة الدولة بالنسبة للأحزاب وللمرشحين، وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالقضية المالية ووضع العراق الاقتصادي، شلون ستجرى هذه الانتخابات والعراق مفلس، مفلس من الناحية النظرية عند الاحتياطي، وطبعا إذا اقتربوا منا نكون مفلسين رسميا. من عندنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا هؤلاء الموجودون في سدة الحكم، ما الذي قدموه للشعب العراقي خلال 17 عام؟ نعم. لا شيء سوى المجاعة والتجويع والتخلف الفكري والصراعات والفتن العرقية والمذهبية والطائفية. نعم. وأغرقوا البلد من الشمال إلى الجنوب في بحر متلاطم من الدماء. نعم. قتلوا الناس، قتلوا الأبرياء وبددوا ثروات البلد. نعم. الآن الموجودين بسدة الحكم يعني بحدود الخمسين أو ستين حزب. طيب إذا راح يجينا بعد 271 حزب يعني العراق وين راح يصير؟ أي. وهاي الأحزاب يعني مين وشنو اتجاهاتها الفكرية؟ نعم. ثانيا ما أعتقد أنه أي عراقي حر وغيور وشريف راح يتوجه مرة أخرى لصناديق الاقتراع، مستحيل. نعم. ولكن رغم عدم توجه أي عراقي إلى صناديق الاقتراع، أي حتى لو طلعونك يعني أفلام لانتخابات سابقة ويسوي لها مونتاج، أي على أساس كذا، وتعرف هسه التوليف الموجود عن طريق الإنترنت وغيره. نعم. والقضايا الإلكترونية طرق حديثة، أي ويخلوا لك تاريخ 2000 وكذا 2021 هذه، ويخلوا لك أسماءهم نفسهم. نعم. أنا اللي أقترحه أن تكون عملية الانتخابات تتم بعناصر موثوق منها من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، يحضرون في جميع المحافظات العراقية. نعم. ومجرد أن تنتهي عملية الاقتراع، أي تسلم الصناديق المغلقة إلى هؤلاء، ما تسلم إلى أي شخص عراقي، وتعلن نتائجها إما من خلال جامعة الدول العربية أو من خلال الأمم المتحدة، يعني طلعوها خارج العراق. طيب. وإلا الصناديق الأخرى البديلة هم حاضرها. وأنا أقترح، وأنا طبعا أقسم بذات الله إنسان مستقل. نعم. إذا يريد العراقيين ينتخبون حزب شريف يقودهم إلى بر الأمان، خلي ينتخبون الحزب الشيوعي العراقي. متحالف ويا مقتدى الصدر. متحالف ويا مقتدى الصدر. أبو زينب. فقدنا الاتصال. طبعا سيد أبو زينب طرح
رأي واقتراح بالنسبة لطريقة الإجراء الانتخابات، وحنا نسأل السيد أبو زينب ما الذي قدمته جامعة الدول العربية للعراق وللعراقيين، وما الذي قدمته الأمم المتحدة للعراق وللعراقيين اللي طلعوا على مدى عام كامل سفكت الحكومة والميليشيات دماءهم في الشوارع ولا تزال وهم مجرد يستهجنون ويستنكرون ويشعرون بالقلق. ما الضامن أن الإرادة الدولية إذا كانت فعلا الطريقة اللي حضرتك تريدها هي اللي ممكن تكون، ما الضامن أن الإرادة الدولية تريد أن هؤلاء الموجودون ضمن العملية السياسية من أحزاب وميليشيات وشخصيات ذات ولاءات خارجية أنه يرحلون؟ في 2010 كانت الإرادة الدولية واضحة، وتكلم أياد علاوي قال بأنه رحنا للسفارة الأمريكية، السفير الأمريكي والسفير الإيراني وآني ونور المالكي، وكان القرار المتفق عليه بأنه نور المالكي يكمل رغم أنه هو خسر بالانتخابات. طلعوا لهم بلتيقة قانونية مع الحزب الكتلة الأكبر ومع الكتلة الأكبر. طيب هذا الكلام بالنسبة لما تفضلت به، بالنسبة للحزب الشيوعي، حزب الشيوعي تعاون ويا مقتدى الصدر رغم كل من مرتكب الصدر من انتهاكات ومن استغلال العراقيين ولشريحة من البسطاء العقول اللي ضحك عليهم وجرهم إلى مظاهرات وغيرها وشعار الإصلاح. ما الذي قدمه للعراق وللعراقيين؟ فيعني هناك تحفظ بصراحة على ما تفضلت به. السيد محمود من الأنبار تفضل. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عم موضوع القناة عن الانتخابات مو؟ نعم. يا عم الانتخابات ما راح تفيدنا بشيء. نعم. ليش؟ لأن هي منتهية أساسا، منتهية كلهم فاسدين. هم كلهم مستعدين على الشعب وجاي يقتلون بالشعب. الشهداء ما حد أخذ حقهم. أي. اسمين مين الشهيد وياهل يطلع يطالب حقه يقتلوه. نعم. وقبل يقولون على صدام حسين الله يرحمه كان دكتور، صدام حسين راح ما يرجع، علي شبشون علي صدام حسين ما يرجع. رسالة لأهل الجنوب، أمهاتنا وبناتنا وشبابنا، انتوا بس ادعوا من الله، الله يقف وياكم وإن شاء الله الله ياخذ حق شبابكم، لأن أهل الجنوب هم أكثر ناس جاي يضررون وكهرباء ما عندهم وظلم عليهم. نعم. وتحية لقناة الرافدين وشكرا جزيلا لعمولك. أشكرك، أشكرك يا محمود من الأنبار، شكرا جزيلا. فعلا العراقيون جميعا يعانون، إن كانوا في المحافظات المنكوبة لمحمود واحد من أبنائها جراء العمليات العسكرية وبطش الميليشيات وتواطؤ السلطة بقمع العراقيين وتهجيرهم وتدمير مناطقهم، أو في المحافظات الوسطى والجنوبية المنكوبة أيضا بسبب افتقارها للخدمات، للمرافق الصحية، المرافق الصحية للمؤسسات الحكومية اللي معنية طبعا بالخدمات، بالكهرباء، بالماء الصالح للشرب وغيرها طبعا من البنى التحتية والخدمات اللي معدومة في المحافظات الوسطى والجنوبية، الأمراض الكثيرة طبعا، تلوث البيئة، سطوة الميليشيات وفرق الموت اليومية لتغتال من شباب وأبناء المحافظات الوسطى والجنوبية الناشطين بالتظاهرات واللي خرجوا يطالبون بحق مشروع كفل الهميات دستور وضعته أحزاب السلطة اللي تتغنى بالديمقراطية وتتغنى بالقانون وحرية التعبير طبعا. من عندنا؟ السيد أبو عمر من بغداد تفضل. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهدين ومتابعين قناة الرافدين الأعزاء. الله يحفظك، الله يسلمك، حياك. حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة للانتخاب في ظل الحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن، والانتخابات اللي راح تصير اللي جارية إن شاء الله، يعني ما شاف من هاي الحكومات المتعاقبة ومن سلطة الأحزاب والمراجع الدينية. نعم. سواء الكلام المزيف، سواء الوعود اللي وعدت بها وما نفذوا شيء للعراقيين. هسه يعني العراق عرف هاي الحكومات اللي حكمت العراق كلها حكومات باطلة. نعم. وما صادقة بكلامها. يعني هسه لو نرجع لورا
المحافظات من سبع محافظات هي دمرت من سلطة الأحزاب والحكومات المتعاقبة. يعني سبع محافظات هي بالدرجة الأولى قاطعة الانتخابات من ضمن هاي الحكومات المتعاقبة. راح تسألني ليش؟ لأنه الجواب ما فرجت عن النازحين وما رجعتهم لبيوتهم ولا بنت لهم بيوت ولا فرجت عن المعتقلين والسجناء. نعم. كل هالناس يعني معقولة يروحون ينتخبون هاي الوجوه اللي نفسه دمرتهم والنازحين اللي بعدهم أولادنا بالسجون أعمارنا وناسنا كلها موجودين بالسجون من ضمن هاي سلطة الأحزاب اللي هي دمرتنا سبع محافظات. فيقعد بغداد وعشر محافظاتنا الحبيبة من بصرة والناصرية وكوت عمار ونجف كل هاي المناطق اللي خرجت فيها التظاهرات اللي القمع اللي صار بيها والأحزاب اللي دمرتها هذول المظاهرين شبابنا شباب الثورة ثورة تشرين اللي قمعتهم من قبل سلطة الأحزاب وميليشياتهم وحكومة الكاظمة اللي هي اللي قال انه أنا حكومة واني ما منتمي الحزب. طيب انت كنت رئيس مخابرات والرئيس مخابرات لازم يكون لنا فد هيبة فد مكانة فد حكم يحكم به ينهي به. طيب اذا انت كنت رئيس مخابرات وعندك فد مكانة ما تقدر عليه فد تكاذبين يعني امام سلطة هذه الاحزاب وقياداتهم انه الشعب العراقي من قاعد يشوف هيك سلطة وهيك حكومة اللي قاعد تقمع بالشعب العراقيين واللي يريدون وطن واللي يريدون تعيينات واللي يريدون خدمات. يعني كل مفاصل الحياة في وجود هذه سلطة الأحزاب انتهت. ثم من 2003 لا توجد صناعة لا توجد زراعة لا توجد خدمات لا توجد مستشفيات لا توجد عندنا مدارس لا توجد عندنا تعيينات. عدد النازحين وصلت إلى 10 عدد المهجرين إلى 10 ملايين و 12 مليون عندك تحت الفقر. هاي حسب إحصائيتهم اللي يقلوها 65% اللي كل طقنا يعيش حالة فقر وغيم بدون رواتب. زين كل هاي الأمور مفاصل حياة الشعب العراقي يعني اللي دمرته سلطة الأحزاب ما ممكن بعد يصدق أو يأخذ وعد من سلطة الأحزاب. هاي الحكومة القاطعناها من الانتخابات اللي فاتت اللي ربط يوصل لها وكل سنة عن سنة بين سلطة الأحزاب والمراجع الدينية اللي قشمرت الشعب العراقي انه انتخبوا فلان الشمعة او هاي امور اللي قالوها بينت وجوههم الكاذبة. طيب اللي على سيد أبو عمر أنا أشكرك وصلت فكرتك شكرا جزيلا. عندنا أحد الإخوة على الواتساب أنا كتبت له أتمنى يسمعني هسه إذا دي يسمعني. يقول السلام عليكم أنا من ذوي ضحايا جريمة بلاك ووتر ساحة النسور اللي انطى عفو ترامب اليوم ممكن أشارك. بنفس الوقت هو يقول بأنه هو عضو المرصد العراقي للحقوق والحريات وهو كاتب ومدون. إذا دي يسمعني الواتساب خدمة غير متاحة للاتصال أخي الكريم. أنا كتبت له وإذا يسمعني أرجو أنه يتصل على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة الآن. هذا بث مباشر للبرنامج. نعم بإمكان حضرتك تشارك من خلال الأرقام. الواتساب خدمة غير متاحة. أتمنى إذا دي يسمع يشارك. بالعكس يعني هو دي يسأل أنه يقدر. بالطبع تستطيع وأنتظر مشاركتك حتى تكلمنا وتعطينا رأيك باللي صار اليوم والقرار اللي اتخذه دونالد ترامب قبل لا يترك المنصب. شنو هذا القرار انعكاساته عليكم انتم ذوي الضحايا؟ شلون استقبلتوا هذا القرار من دونالد ترامب؟ وهم حسألكم او حسأل حضرتك على سؤال اخر معني بهذا الموضوع ويعني تعليق من ميليشيا العصائب استنكار من ميليشيا العصائب لموضوع تبرئة ترامب لهؤلاء. عندنا صفاء من الديالة تفضل. نعم انا ما عندي بيت. اي قاعد بغرفة خرابة. نعم. وصاحب جهال. نعم. والوجار وشغل ماكو ومتبهدل والله. الو. نعم. اسمعك يا صفاء. نعم اي والله. صفاء صفاء صفاء. نعم. نصي صوت التلفزيون لو سمحت. نصي التلفزيون. اسمعني بس من التليفون. اسمعك عيني. تفضل. والله قاعد بغرفة خرابة وما عندي ومتبهدل والله. وبكي تريد مساعدة من الوزير. اسمعك عيني.
صفاء لو سمحت بس نص صوت التلفزيون. زين لا صاحب جهال. نعم نعم زين اي نصي نصي فتنو قلبي. طيب صفاء صفاء بس اي يعني اسمعني خلي اكتم اكتم أسمعك. صوت التلفزيون اكتم صوت التلفزيون حتى افهمك يا اخي وانت نصيتك ايه. قلبي تفضل. اي وما عندي والله صاحب جهال وقاعد بغرفه قلت لك خرابه. نعم وتعرف الامور يعني حتى شغل ماكو. نعم يعني صفاء شلون شلون عايش لعد شلون عايش؟ عايش والله غير العالم العالم تصدق علي. الله يعينك الله يعينك والله العظيم بكي توصلها الوزارة يا وزارة ضد الديالة ضد الخلاص قرية الكوبات. نعم سيد صفاء أنا أتمنى صوتك يوصل والله يكون بعونك وعون عائلتك. رحم الله والديك والديك والدك وإن شاء الله صوتك يوصل يا صفاء ويمكن منبر يساعد بالقناة مالتكم. نعم نعم أنا أشكرك يا صفاء من ديالة. أرجو من الأخوة بالاتصالات يأخذون الرقم الموجود بالواتساب يكلمون هذا الشخص السيد اللي يريد يشارك بخصوص قضية ساحة النسور بلاك ووتر. يبدو أنه هو ما يقدر يخابر. أرجو من الأخوة أنه يتصلون بي يرغب بالمشاركة والحديث عن هذا الموضوع لو سمحتم. طبعا حيتصلون بالأخوة لأن هو يتكلم عن أنه البث المباشر متوقف بث البرنامج يقول متوقف. لا أعلم إن كان البث المباشر على السوشيال ميديا أو على التلفاز حقيقة لا أعلم. وإن كانت المشكلة من عنده لو من الفيسبوك ربما لا أعلم. لكن إن شاء الله هسه الشباب بالاتصالات يكلموه. طبعا حتى إحنا بس اليوم نعم موضوعنا انتخابات وكذا لكن هذه قضية أيضا هي جرائم لن تموت بالتقادم. وهذه نتائج الاحتلال الأمريكي الذي جاء بهؤلاء للعملية السياسية في العراق والذي بسببهم قتل كثير من العراقيين على يد الاحتلال وعلى يد ميليشياتهم وعلى يد قواتهم الحكومية. وحصل 4 على تبرئة من جرائم جريمة في ساحة النسور في عام 2007 أودت بحياة وأصابت عشرات العراقيين. المضحك بالموضوع ميليشيا العصائب تستنكر القرار الأمريكي من الرئيس الأمريكي بتبرئة هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المجزرة وتصف بأنه قرار ظالم ومجحف وكذا. طيب ماذا عن ارتكاب ميليشيا العصائب لمجازر ضد العراقيين؟ لماذا لم تستنكر هذه المجازر التي قامت بارتكابها؟ لماذا لم تستنكر الحكومة على الأقل هذه المجازر التي ارتكبتها العصائب أو لم تحاسب ميليشيا العصائب كطبعا هذا أعلى تقدير يعني. السيد عادل من تركيا تفضل حياك الله. حياك الله وحيا الله قناة رسول الله. حياك الله سيد عادل بس قبل لا تبدأ عفوا لو سمحت هي جاتك مشكلة بالبث انت مدى تشوف لو القناة ما موجودة عندك لو شنو الوضع؟ لا انا حاليا ما اشوف البث انا حاليا يعني طلعت برا على مود الشبكة شوية اليوم ضعيفة فطلعت برا. نعم. تفضل يا سيد عادل تكلمنا عن الموضوع لو سمحت. القضية قضية بلاك ووتر حقيقة اعزي نفسي واعزيكم واعزي كل العراقيين. نعم. على مسألة اعفاء او يعني اعطاء العفو تبرئة لمجرمي ومرتزقة بلاك ووتر. نعم. على يد ترامب. حقيقة هذه القضية قضية بلاك ووتر قضية سيادية تمس أمن العراق كرامته. نعم. وأرواح أبنائه. القضية من عام 2007 أي. وإحنا داخلين بنزاع وحرب قضائية بين محكمة أخرى وبين من دولة إلى أخرى طبعا مرة أقامتها بالعراق وفشلت لأنه تدخل من سياسي كبير أطاح بالقضية. نعم. فرفعتها سياسي من وين؟ سياسي عراقي. عراقي. سياسي نعم رئيس هيئة الدعاء عام سابق. شو اسمه؟ والله جعفر الموسوي. جعفر الموسوي. نعم. نعم. وأقدت الدعوة مرة أخرى في واشنطن 2014 رحت بنفسي وراح وياي مجموعة عوائل الضحايا. أي.
وايضا كان موجود العميد فارس سعدي. اي فرفعنا الدعوه و يعني اقيمت الدعوه هناك، لكن الاجراء اجراء الدعوه يعني كان خاطئ بسبب الحكومه العراقيه اللي هي بالاساس اقامت الدعوه او اوصت انه تقام الدعوه بهذا الشكل. نعم. فسبحان الله دعوه اليوم اعفي عن القتله، اعفي نعم. عن المجرمين المرتزقه الان احرار. نعم. و 40 فرد قتل حر بريء. نعم. تحت التراب. حضرتك كاتب لي بالواتساب انت من ذوي الضحايا، منو نعم. صله القرابه اللي عندك اللي انا مين؟ والدي علي خليل هو اللي كان موجود بالحادث. نعم. وموثق وموجود. نعم. الله يرحمه. كان الله يرحمه. ذكرت جعفر الموسوي انه هو كان معرقل لهذا الموضوع، شلون كيف نعم. تصرف، شنو السياسه اللي اتبعها؟ سيدي العزيز سنه 2009 نعم اتصل بي جعفر الموسوي. نعم. اتصل بي جعفر الموسوي قال ضروري اشوفك تجيني على المنطقه الخضراء، تعرف انت في ذاك الوقت شلون كانت الاوضاع. نعم. بحثت المنطقة الخضراء، دخلوني أخذوني هم نعم. إلى غرفة فيها الأستاذ جعفر الموسوي وممثل عن شركة بلاك ووتر. عرضوا أنه مجموعة مبالغ، أنه هذه المبالغ وكان من ضمن كلامهم لأنه هم ما يقدرون يتكلمون بصراحة تامة، قالوا أنه القضية الشركة راح تفلس والقضية فاشلة، قضيتكم فاشلة. أي. لو يعني تتركون القضية أفضل، هذه القضية فشلت والقضية راح الشركة راح تطلع من العراق. أي. كان نوع من الضغط بالكلام باتجاه إنه أترك الدعوة. نعم. طبعاً أنا رفضت وكثير من العوائل رفضت، ما قبلت بهذا العرض تماماً. نعم. وطلعنا. بعدين طبعاً صار إنه نعطيكم بس مجرد هدايا يعني بدون أي مشكلة، فطبعاً وافقت كثير من العوائل على مجرد إنه هدايا. لكن حقيقه الاف بي اي بنفسه نعم. اللي كان هو اللجنه التحقيقيه نعم برئاسه الاف بي اي حذرنا تحذير تام من جعفر المسؤول، قال اياكم انه تخلوه يتدخل، هو يعمل ضدكم، انتبهوا. طبعا هذا التحذير من شخص امريكي مو من عراقي، وهذا مؤسف يعني حذركم شلون يعني شنو الـ الصيغة اللي حذركم بيها انه قال هذا الشخص بنفوذه جاي يعني يحاول انه يحرف قضية بلاك ووتر والتحقيقات بالكامل، فانتبهوا نعم. ولا تخلوه يتدخل بالقضية بالكامل. نعم. طبعا انا موجود هذا الكلام على يعني على لسان وكالات عالمية مثل الاندبندنت وواشنطن بوست وغيرها من الوكالات. نعم. حذروا بها مسؤولين امريكيين هم اللي صرحوا بهذا الشيء. نعم. انه جعفر الموسوي دخل سلبا في قضيه بلاك ووتر. الان تحصيل حاصل انه نعم. القضيه سقطت. القضيه اعفي عن القاتل. والقاتل الان يعني حر. طبعا احنا يعني انا اريد اسال حضرتك سؤال. نعم. ولك مطلق الحريه بالحديث. حياك الله. تفضل. ميليشيا العصائب استنكرت ما قام به دونالد ترامب. شلون العراقيين وانت واحد من ذوي الضحايا، شلون تشوفون لما طرف مسلح يعمل خارج القانون سفك دماء العراقيين وحصل على غطاء قانوني يتكلم ويستنكر ما الذي تقوم به الولايات المتحدة تجاه من يرتكبون مجازر او ارتكبوا؟ شنو ردكم يعني على هذا الكلام؟ صراحة يعني حقيقة الامر انه العصائب وغير العصائب وجيش المهدي والكثير من الاسماء هذه هي بالاساس تاجر جاي تاجر بقضيتنا وتاجرت سابقا بقضايا وارواح الناس. يعني مو جديده على قيس الخزعلي ولا انا اتكلم باسمي. نعم. وبصراحه انا عادل الخزعلي. نعم. واحكي على قيس الخزعلي ما يخوفني هذا ارجو انه يبتعد كل الابتعاد عن قضايانا وعن ارواح ابائنا واهالينا. نعم. هو غير مخول انه يدافع عنا، احنا دافعنا عن نفسنا والحمد لله
يعني لو متدخلين هم لا والله كان القضية فشلت أكثر. طيب سؤال باختصار حتى نعطي مجال أيضا لبقية الشباب المتصلين. شلون شفتوا تعامل حكومات ما بعد الاحتلال؟ ما راح نخص واحد، كلهم، كل الشخصيات اللي مسكت رئاسة الوزراء، شلون شفتوا تعاملها مع جرائم وانتهاكات الولايات المتحدة الاحتلال الأمريكي في العراق؟ هل كانت على قدر المسؤولية في محاولة جلب حقوق العراقيين أو ذوي الضحايا، لو كانت واقفة إلى صف الاحتلال؟ طبعا سيدي العزيز، كل المسؤولين ما بعد الاحتلال هم ليسوا أسوأ من الاحتلال، هم أسوأ أكثر من الاحتلال بمئة مرة. نعم يعني هم أذوا العراقيين وأجرموا بحق العراقيين أكثر من الاحتلال نفسه. فالطرفين أوغلوا دماءنا ولن ما راح يرحمهم التاريخ، ما راح يرحمهم العراق، ولا راح نرحمهم ولا يرحمهم العراقيين، ولا حتى مستقبلا، ولا حتى يعني تاريخيا بعدين راح يذكرون بجرائمهم وبما فعلوا يعني بالعراقيين عامة. كل سيد عادل، أنا أعزيك مرة ثانية وأشكرك طبعا للمشاركة، و الله يصبركم على هذه المصائب المتتالية، منها استشهاد والدك الله يرحمه، ومنها هذا القرار الجائر والحكم الظالم اللي طبعا يعني احتلال، ايش ممكن يجي الاحتلال غير بالظلم وأكل حقوق الآخرين وسرقة أموالهم وقتلهم والاعتداء عليهم، وطبعا تبرئة المجرمين حتى لا يكون هناك يعني إشارة إلى أنه هذا مشروع فاشل وهذا احتلال ظالم وجلب مجموعة من المرتزقة والقتلة. طبعا أكيد حيحاول يبرئهم ويبرئ ساحتهم. عدنا أبو الحسن من بغداد، تفضل حياك الله. أستاذ محمد أحييك وحيي قناتكم البطلة. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، نسبة حول الانتخابات ثاني موضوعكم أدري بيه. نعم الانتخابات، شنو رأيك؟ أي نعم أستاذ محمد، بالنسبة للانتخابات اللي راح تيجي بال 2021، هذه الانتخابات الأولية، لأنه الشعب العراقي الآن عرف هذه الانتخابات وعرف هذه الحكومات مع بعد الاحتلال دمرت الاقتصاد العراقي وأنهكت كاهل الشعب العراقي، وبالتالي نهبت ثرواته وقتلت أبناءه وشبابه. وهم طبعا يقولون نحن ممثلين شعب، هم ما حد انتخبهم ولا ممثلين شعب، دليل انه الانتخابات هسه اعضاء البرلمان الحالي سنه 2016 هم صار عدوك من قبل الشعب العراقي، وكان المشاركين اقل من 15%، ولكن احزابهم وقواعدهم الجبائليه هي اللي انتخبتهم. بداوا يزورون الانتخابات من 15% الى 45%، بعدين سووا 55 حرب، ايضا صناديق الاقتراع والناس الوطنيين اللي حصلوا على اصوات حركوا وياهم، داحوهم وحاولوا انه عدم صعودهم الى عضوية البرلمان. فالانتخابات الجاية ان شاء الله زوف تام للشعب العراقي، لان بعد ما شاف هذه الحكومات وشاف هذه اعضاء البرلمان دمرت اقتصاد العراق وايضا دمرت اقتصاد العراق ونهبت ثروات العراق وانهت كاهل العراقي بالنسبه لواردات النفط والعمل. سيد ابو الحسن، سؤال لو سمحت سريعا لانه حتى نعطي فرصه للاخرين. الانتخابات اللي مضت اكو من العراقيين فئه قليله شاركوا بالانتخابات، حملوا شعار خلونا ننتخب لعل وعسى صوتنا يغير. كان هناك من يعتقد ان المشاركه في انتخابات في هذه الاجواء، اجواء السلاح والفساد والتزوير، انه ممكن صوته لعل وعسى انه يغير، وللاسف راح البعض وانتخب. شنو رسالتك او شو توجه كلام الى من يفكر او لا يزال يفكر بنفس الطريقه؟ استاذ محمد، بالنسبه للشعب العراقي
هذيك الانتخابات كانت انه يوجهوهم على اساس خلينا نغير هذه الاوجه وخلينا نغير ناس وطنيين بمكان هذول الحراميه والسراق. ولكن الانتخابات هي عمليه تزوير كامله للانتخابات. فتوجيهي الى الشعب العراقي وانا بالذات وعوائلنا واقاربنا واخواننا من العراقيين انه بعد ما تمر عليهم لانه شافوا جربوا الانتخابات وغيرها فشافوا ايضا ما لها جدوى، يعني عمليه التزوير وعمليه صعود البرلمان نتيجه استلاح المراكز الانتخابات. الحين انتخب فلان كتلة أو فلان فئة أو فلان ميليشيا، فأيضا هذه صار العراقي. وأنا أوجه ندائي إلى كل الإخوان داخل العراق وخارج العراق عدم المشاركة والعزوف حتى ذاك الوقت تسقط هذه الحكومة والبرلمان. أنا أشكرك يا أبو الحسن، شكرا جزيلا من بغداد، أعتذر منك الوقت حينتهي. عندنا آخر المتصلين أبو عبد الله من البصرة، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شوك أستاذ محمد. الله يحفظك، الله يسلمك. أستاذ اليوم عندنا احنا مظاهرات بالزبير. أي نعم. يعني قطعنا الشوارع كلها اليوم. نعم. ما خلينا لا موظفين ولا أي دائرة داو. نعم. شنو الشعار المرفوع يا أبو عبد الله؟ يا الشارع مال البرجسية مال الشعار المرفوع يا ابو عبد الله، شنو مطلبكم الاساسي من هذا الاعتصام والتصعيد؟ استاذ العالم انتهت، العالم صار بيها، شوف السوق، تعال شوف السوق صار بيه. نعم. يعني عالم انتهت، الله وكيلك قامت، معناتها شوف السلب الكثار القتيل. نعم. من وراء المجاعه صارت. نعم. يعني البارحه بالزبير الرمي وكتيل، يعني هسه خوش هسه لحد الان مقطوع الشوارع كلها. الله يقويكم ان شاء الله. ولا اكو دوله ولا اكو شيء. نعم. سيد ابو عبد الله، الله يصبركم ويعينكم ويقويكم ان شاء الله. انا اشكرك، الوقت انتهى للاسف. طبعا اهالي محافظه البصره كانوا دائما وابدا يستمرون في تظاهراتهم واعتصاماتهم والتصعيد، لأنه يسكنون يعيشون في محافظة من أغنى محافظات العراق، ومحافظة نفطية بامتياز، وفيها موانئ وفيها خيرات كثيرة، ويعيش أهلها يعيشون فقرا مدقعا، ومحافظ فاسد، وقائد شرطة أو قائد عمليات أفسد ويؤيد الميليشيات في جرائمها. فالله يكون بعون أهالي البصرة، ونتمنى من العراقيين البقية مؤازرة ومساندة أهالي البصرة. وتذكرون في ثورة تشرين قطعت الطرق عن الشركات النفطية، فشلت كثير من استفادة أحزاب وحكومات ما بعد الاحتلال من أموال النفط، وعملية خروج النفط واستفادة أو عودة هذه الأموال إلى خزينة الدولة. قطع طرق وشوارع محافظة البصرة عن الشركات النفطية وشل حركة الدولة هو ربما أقوى سلاح يسقط هذه الحكومات بأسرع وقت. وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.